نحكيو مسرح، كل ما يخرج عمل جديد، مسرح، سينما، كتاب، قصيدة، أي حاجة تصير في البلاد نفرحوا بها برشا، ولو تبدأ كما تقولنا أنا تيتري. إيش من جاي ياخذ في الخاطر، المهم يبدعوا يخرجوا أعمال جديدة هكا ولا ليش ليل؟ سلتات للدبيت حيحاح من الليل للصباح. باهي أنا دونك نحكيو على مسرحية كاو، نص جميلة الشيحي، تمثيل جميلة الشيحي، إخراج نعمان حمدة، تمثيل نعمان حمدة، ديو دونفير، ديو حلو برشا برشا، زوز من الكبارات أنا نسميهم تاع الفنانين تاع الدراما والمسرح في تونس، أسميهم الطنطن مضروبة بالسفوت لأنهم عندهم أعمال سابقتهم برشا تجارب مسرحية، وحتى في الدراما نعمان زدا عنده سنوات توا قاعد يعمل هكا في طلعة، كانوا قبل جابدين رواحهم بليتو نعمان كان جابد روحهم الدراما، ولكن مؤخرا شفناه في أدوار حلوة برشا. حاضرة معنا جميلة الشيحي ونعمان حمدة، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. اي هو كفكره هي اقترحت علي جميله، معناتها اللي عندها مريضه بها، عندها مديده، عندها مده، معناتها حاجات وتكتب وتخمل وبعد ما بروبوزيت الفكره والنص وشفنا معناتها حاولنا باش نخدموا هالحكايه هذيا، لكن بي 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 بمعالجتها معناتها اوترومو على مستوى النص او الفكره او شنو اللي نحبوا نوصلوا به في الاخر. انا احنا نحكيوا على تونس في شكل امراه، معناها في فتره معينه قلنا ليه راهم يعملوا في الفوتينك في الشعامبي ما حضرناش رواحنا وباقي الاختار داهم علينا، واحنا نقولوا ليه مش متاعنا، ما همش ولادنا، كيفاش توانسه هكا يا اخي. طلعت لها الحكايه بالحق، معناها دونك انا يظهر لي مع العنف يلزمنا نتعاملوا بعنف، فماش منطق التواصل مع العنف الجسدي، لازم نتعاملوا بعنف جسدي. وي يلزم. هكا ترى انت؟ انا هكا رأي.